وأنت تتجول بين الأزقة وسط العاصمة الجزائرية، يشد انتباهك اسمه هذا المحل الذي يعني الكثير للجزائريين. إنه مطعم غزة الذي تمتلكه عائلة فلسطينية اختارت بلد المليون والنصف مليون شهيد للإقامة. أنا تربيت هنا في الجزائر، أكملت تعليمي هنا في الجزائر، تخرجت عام 94، تزوجت بزوجتي الجزائرية وعاشت معي في غزة 23 عاما، وقد رجعنا قبل 3 سنوات، وهي زوجة الجزائرية من سمت وأصرت على تسمية مطعم غزة حبا لغزة. في مطعم غزة سر لا يقاوم، وهو رائحة الأطباق الممزوجة بعبق التراث الفلسطيني الذي يتوافد الجزائريون للتعرف عليه. جينا لهنا باسكو فلسطين ودائما مع قضياتها وحابين نتحرر، وحنا حابين نعرفوا واش راهم ياكلوا تماك، وانا نتسلف فيهم ويتبان بينهم. حبينا نذوقوا واش ياكلوا تماك فلسطين، باينة لا كولتور شو تعجبنا، نحن نتعرفوا شغل نتبادلوا لي كولتور وهذيك نبدلوا. وين جينا كلنا هنا الله يبارك ماكلة بنينة. الرائحة الطيبة تأخذك إلى داخل المطبخ حيث تحضر كل أصناف التقليدية، فتجد على القائمة المسخن والمنسف باللحم والدجاج والمقلوبة التي تفضلها فئة واسعة من الجزائريين. هم والشعب الجزائري ما شاء الله حوله ذواق، بحب يتذوق كل المأكولات، يعني ما بحب يسقط على نوع أكل واحد، بحب ينوع وحب إنه تبين معه الطعمات. بالله في النافي يحبوا الأكل الفلسطيني. كان النساب تفهم زباين، بالله يحبوا مسخن وقودي ومنسف وفير من شكل لحوم تاني. تمضي الدقائق والساعات والمطعم ما زال يعج بمحبي الأكل الفلسطيني الذي ترك بصمته بين المطاعم في الجزائر.